هاي، سألونا كثير عن البوتيكات، شو رح يميز بوتيك أنابيلا هلال ضمن بوتيكات؟ بدي أقول لكم إنه أنا رحت شخصياً نقيت الأغراض اللي كل مرة بستعملها قبل ما أطلع على برنامجي على سيلبرتي دوتس، بس كمان بدي أقول لكم إنه الشغلة اللي رح يميز بوتيكات تبع أنابيلا هلال هي عاملة سيجمنت خاص للولاد، ونبدأ اليوم بأول جيفت نقيته للولاد، فينا ناخذها از جيفت، فينا ناخذها لاولادنا، واكيد انا كثير كثير عجبتني اللي هي هالبرفيوم الخاص، اول شيء شكلها بيسمح للكادو، ولكن ريحتها كثير 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 حلوه، ورح تفرجيكم عليها قد ايه مهضومه الفكره، يلي هي بيجي شكلها هيك، واكيد موجوده ببوتيك عنا بلا. هيك شو مهضومه؟ وحسيت انه حلو بلش بوتيك تبي شيء خاص بالاطفال، كون الاطفال بياخذوا منحى كثير كثير حلو بحياتي، وبحس حالي انه انا محظوظه انه عندي هال يمكن اذا بدكم الخبره شو الاولاد بحاجه له. فبنبدا بهيدا البارفان، وكمان في عنا هيدا اللوشن يلي بنحطه افتر شاور اكيد للولاد. هلا بفرجيكم عليها بس ما فيكم تشوفوها غير ما تستلقون مضبوط هي للولاد، بس انا اكيد كل شيء برودكت له علاقه بالولاد بشربه قبل ما حتى شموا البيبي يا ما حطوا على السكن تبع البيبي. وات اكيد شفتوا من بعد الشاور بنحط بدي لوشن كثير كثير طيبه حبيبي. اوكي أكيد بترتب أجل البيبي. تبيان؟ Thank you. هو البارفان أكيد كتير كتير طيب ريحتها. وأكيد بيجوا